أنا ولدت في أربعة عشر ونشأت في بيئة مثالية هي منطقة الوزيرية في بغداد إذا تعرفها هي منطقة خضراء وجميلة وكنا نرتبط بعلاقات ودية يعني إخوة كأصدقاء أو الجيران يعني أذكر والدي الله يرحمه ويحسن إليه كان لا يتردد في الوقوف إلى جانب أي شخص يحتاج وكذلك عودنا نحن سبع أخوة اولاد وبنت واحده فكنا فريق يعني جاهز في اي لحظه لمساعده اي شخص يحتاج فكملت جزء من الابتدائيه في الموصل بحكم وظيفه الوالد وفي اربيل ايضا لان كنا الوالد تعرف كان موظف كبير فيتنقل من محافظه لمحافظه كان ذاك الوقت الامور سهله يعني بسيطه فكنا مضطرين ان ننسجم مع هذه البيئه وبيئه اخرى آه من المدارس اللي اتذكرها هي آه آه الفتوه النموذجيه في الموصل اتذكرها، هالقرط يمكن اسمها في اربيل، بعدين في بغداد آه متوسط ثانويه بغداد وانهيت الثانويه طبعا بمعدل عالي كنت من الاوائل ودخلت الى كليه الاداره والاقتصاد آه سنه 72 وتخرجت من كليه اداره واقتصاد 76 وكنت من الاول على الدوره فقبلت في الماجستير فورا فانهيت الماجستير ثم طلعت لزماله الى فرنسا لاكمال دكتوراه دوله فرحت الى جامعه سوربون ولسبب اخر انه استاذي انتقل الى جامعه اسمها كليرمون فانتقلت الى كليرمون غرب فرنسا وهي من الجامعات المرموقه المعروفه فكملت اول دكتوراه عام 82 وبعدين دكتوراه دوله هي الاعلى من البي اتش دي سنه 85 ثم بعد هذه المرحله عدت الى العراق وكنت مشمول بالخدمه العسكريه وقضيت سنه ونص في العسكريه و يعني بكل كان لا يستثنى احد في ذلك الوقت مهما يكون ثم تعينت في الجامعه المستنصريه استاذا ومديرا لأول مركز يسموه التعليم المستمر كانت الحرب قائمة فكانت فكرتي أنه إحنا نحتاج إلى تأهيل الخريجين فعملنا مراكز قمنا ندرب الناس اللي خريجين طول الحرب إلى آخره ثم بعدها حصلت على مرتبة أستاذ مشارك وصرت عميد في كلية الإدارة والاقتصاد في الكوفة حرافات أه بعدها نقلت الى الجامعه المستنصريه كعميد ايضا بعد معاناه طبعا الابتعاد عن الاهل والظروف الصعبه حصار كان يعني كنا عميد يعني بال يسموها بالباص نروح اي امتياز ما كان موجود اي امتياز هو العميد طبعا مرسوم جمهوري مدير عام ولكن لا يمنح اي امتياز يعني امتياز انك تخدم بلدك فقط غير يمكن كم قرش قلت يعطوك يعني بديل منصب كنا ندرس وإدارة كان العمل بالنسبة لنا بين 15 ساعة إلى 16 ساعة باليوم يعني بعدها آه بشكل مفاجئ عينت مستشار في فرنسا آه ثقافي وإعلامي فهذا المرحلة الدبلوماسية يكون خريج فرنسا وارتبط بعلاقات متميزة مع جيل اللي وصل إلى مستويات قيادية في باريس فكان نجحت تلو النجاح يعني في فرنسا حاولت أن أوصل رسالة إلى الغرب يعني وكنت الوحيد دبلوماسي الوحيد اللي في هذا الموقع وحاولت انه حتى قابلت كثير من الشخصيات الكبيره المؤثره في وقتها لانقاذ البلد يعني واذكر اني كنت اخذ اطفالي في المقابلات اقول لهم آه انا ادافع عن عائلتي وهكذا. بعدها انا وفي فرنسا صدر امر بتعييني سفيرا فوق العاده في وزاره الخارجيه، فتعينت السفير فوق العاده في وزاره الخارجيه وكوني اكاديمي يعني احمل شهادات واعرف لغات. فنصبوني ادرس في المعهد الدبلوماسي فكان مجموعه طيبه من الشباب اللي يعني كانوا ينتمون للمعهد المعهد كان صعب سنتين حتى يتخرج الواحد دبلوماسي انا كنت ادرسهم علاقات اقتصاديه دوليه ثم حدث ما حدث وهو الاحتلال البغيض وما بعد الاحتلال من عصابات وميليشيات وغيرها فاجبرت على الخروج من العراق وعندما خرجت من العراق يعني باي تشانس عينت رئيسا لجامعه في سلطنه عمان ولكن لانه اطفالي كانوا في وقتها يحتاجون الى اكمال دراستهم يعني لم تتاح في ذاك هم طبيه طبيه ماكو بعمان ذاك الوقت فاضطريت ان انتقل الى دبي وظليت في جامعه دبي عشر سنوات كعميد ونائب رئيس والدولة انتبهت يبدو في دولة الإمارات الكريمة إلى خبراتنا فإضافة إلى كوني عميد اعتمدوني مستشارا لشؤون استراتيجية فساهمت بكل فخر في رسم استراتيجية لدولة الإمارات للأعوام 2008-2011 وثم انتجبت للعمل في قطر لسنة واحدة ايضا في ساهمت في استراتيجيه دوله قطر لعام يعني هاي ثلاث دول خليجيه لفينا صار لحد الان. ثم صارت مناسبات انا بديت اميل الى التدريب اكثر من التدريس لان اعتقد هو التدريب جدا مهم يعني لانه هو الشورت واي هو الطريق القصير لايصال المعلومه، يعني انا استاذ جامعه انا فولو بروف. لكن الطريق القصير إلى إيصال المعلومة خلال أسبوعين شهر وهكذا خدمنا كل إخواننا في كل مكان والحمد لله والشكر يعني أنا يعني أعتز بما عملته وأفتخر فيه أه أولا أنا لا أحب أسمى سفير لأن أنا أستاذ أساسا قبل ما أكون سفارة او هاي الوظيفه والله ما اعرف طلع مرسوم وانا ولا عندي خبر يعني مع هذا احنا نحترم قرارات الدوله و يعني فانا على مدى 40 سنه استاذ جامعه يعني اخذت الاستاذيه اصغر واحد بالعمر ياخذ الاستاذيه بسنه 95 يعني كان عمري بالثلاثينات وعينت عميد بالثلاثينات وهو مخالف للقرارات لازم 40 سنه فما فوق بس من كثر المساهمات والوجود والكذا يبدو الدولة انتبهت علينا واحنا عبالنا انه بس العراق والله من طلعنا برا اه اول يوم اقابل اه يعني انا قدمت سيفي انه اكون استاذ مش شافه قال لي انت استاذ انت فورا تنتقل من هذا المكان تصير عميد ونائب جامعة وظليت سنوات يعني بهذا الموقع والحمد لله خدمنا في الخليج بشكل الاشياء المحطات اللي افتخر بها انه مثلا انا ساهمت في موضوع استراتيجيات الدول يعني في تقريب كل الخليج عدا الكويت والصعود والله حتى السعوديه كان لي مساهمه ايضا. الاستراتيجيات ترتبط بمستقبل البلدان واستشراف ما تريده يعني هي استراتيجيه شنو؟ هي الوصول من نقطه الى نقطه. فاحنا شغلنا نوصلك اما انت اذا تخالف بالطريق ما لنا علاقه. فمثلا سوينا الاستراتيجيه البيئيه لدوله الامارات على مدى ثلاث سنين مع خبراء من كل العالم كانوا موجودين ولحد الان يعتزون الناس الاماراتيين اشتغلنا بهم وارتبط معهم بعلاقات وديه وكذلك في قطر اشتغلنا على استراتيجيه قطر يعني لم اطول بها فتره جدا قصيره. عمان كنت فيها على راس جامعه وكذلك فيما بعد دربت كثير من الكوادر العمانيه في مجالات الاستراتيجيه واستشراف المستقبل، حتى تفتهم شنو استشراف المستقبل؟ هي تقنيات نستخدمها حتى نشوف ماذا سيحدث، نرجع للماضي ونتوقف وثم نلقي نظره على المستقبل اللي ممكن، ودائما الماضي والمستقبل هناك ترابط يعني قد يختلف الشكل، قد يختلف المضمون، لكن النتائج متقاربه. شاركت باكثر من 75 مؤتمر عراقي، عربي الى اخره وكتبت اكثر من 70 بحث واربع كتب تقريبا واحد منهم باللغه الانجليزيه، بعض البحوث بالفرنسيه، بعضها في امريكا وبعضها في دول عربيه وما زلت اكتب واسوي والان مقبل على يعني مجموعه من الانشطه الاكاديميه في احد دول الخليج. كلفتني، فترة كنت على رأس برنامج لتدريب الإخوة السعوديين في موضوع تخطيط الاستثمار وجذب الاستثمار. يعني هو ظروف احتلال والاحتلال اجتثنى يعني تعرف هذه ثم ما بعد ما جرى يعني انا مثلا اغلب سبعة ثمانية تسعة عشرة من زملائي المقربين قتلوا في يعني خلال فترة بسيطة من الاحتلال من ميليشيات وغيرها يعني شفتهم بعيني حضرت وهم كلهم دكاترة وقسم منهم ليس سياسي وليس له اي علاقة بالسياسة وقسم منهم ليس مسلم اصلا. فهي كانت اجنده يعني المقصوده طرد كل الكفاءات انت مثلا ذاك ألف واحد ذاك تقول لك 50 واحد 950 يطلعون يعني هو كان اجنده مرسومه لافراغ العراق من كل الكفاءات والامكانات. ليش؟ لان العراق نجح ان يعرقن التعليم والبحث. يعني آه بالسبعينات ارسلونا ندرس واشترطوا علينا ان ندرس فقط في الدول الخمسه العظمى لا غير. اما بقيه الدول بعدين صارت العربيه والاسلامية. امريكا، فرنسا، المانيا، انجلترا، آه يعني هاي الدول الكبيره. فالدوله انفقت ملايين، احنا يمكن فد 6 واحد خلال السبعينات دزونا يعني. ولذلك تأهيلنا كان يعني صعب الوصول إليه يعني أنا عشر سنوات تدرس مو سنة وسنتين يعني مو مثل ما يدرسون كلام لا إحنا كل تقنيات يعني أذكر مرة من المرات احتاجت إلى برنامج كمبيوتر سنة ثلاثة وثمانين برنامج الكمبيوتر أكو كمبيوتر يسموه بيج داتا كبير ما موجود بس هذا فما يوصل للصراحة هواية طلاب دكتوراه فكتبت للسفارة مش جاء جت موافق اشتروا جهاز وخلوا هذا الطالب يتدرب عليه بعدين يهدوا للجامعة وهذا ولذلك طلعت نتائج لحد الآن كثير من الناس تعتمد على النتائج اللي أنا يعني اللي مطلعها يعني معامل الاستثمار جيني كوفيشن بارتيشن يعني هاي شغلات يمكن المستمع هاي يعني ما يعرفها بس هي كلها تقنيه الان بالعراق اغلبها يعني مفقوده مع الاسف لانه اعتقد مستوى التعليم هبط جدا يعني ولذلك يعني لم يعد يعني ودائما احنا نقول حتى يتطور اي بلد يعني يتطور وسؤال بسيط يعني حتى اقرا ليش الله سبحانه وتعالى راسا قال النبي اقرا لانه التعليم هو اللي يخلق المجتمعات هو اللي يبني فاحنا السبعينات حقيقة يعني كانت استراتيجية صحيحة انه بناء كادر قادر ان بعدين مش بس تعليم هو قصة اخلاقيات يعني علمونا اخلاقيات يعني انا حتى ادخل محاضرة ادرس ست اشهر تدريب حتى بس نتعلم شلون ندرس وعلموك يعني العمل الجماعي، القيادة، مهارات القيادة، الابتكار من ذاك الوقت يعني يعني اعتقد الان هي مفقوده يعني مع الاسف هذا نشوف الداتا ووصلوا التعليم الى مستوى ضحل يعني يعني اعتقد الان الشهادات غير معترف بها او شيء من هالقبيل يعني مو معقوله 80 كليه الطب وكذا يعني 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 اولادي كانوا في جامعه اسمها رينيه ديكارت عمرها 900 سنه يدرسون طب يعني 900 سنه عمرها وتلقى يعني مصنف عالميا وهكذا يعني يعني مع الاسف يعني احنا كنا نطمح انه العراق لانه العراق بال85 او 84 حضرت واحد من المؤتمرات في جنيف يسموها الدول النصف صناعيه القابله للقفزه وكان العراق قبل قبل يوغسلافيا وقبل باكستان وقبل تركيا وقبل قبل كوريا الجنوبيه اذكر كان رئيس الجلسه واحد هندي اسمه واقل فكان يقول هذا ذس كونتري هذا البلد سيكسر الطوق ويقفز مع الاسف رجع الى الخلف وهذا المستوى يعني لكن طبعا طموحي كان انه ان تكون لي جامعه مدرسه مش جامعه بس يعني آه شوف بالغرب اكو مدارس مثلا المدرسة مال سوربون مدرسة مال هارفارد مدرسة مال هاي شنو تختار الناس بصعوبة يعني تختار نخبة وتسويهم علماء، هذه اللي كنت افكر بها من من زمان يعني من يمكن انا بالماجستير يعني كنت افكر انه يوم ما قد احصل شيء، حتى مرة مسووني عميد فالشخص المسؤول الكبير اللي سواني عميد او وقع او أرشحني. كان يعني مرايد عميد رايد منك تنطيني مكتب فنجان قهوة قلم ودفتر حتى أكتب وأنتم تنفذون يعني هذا الطموح يعني ليس لي طموحات إدارية يعني طموحات أغلبها علمية و... وبعدين الله سبحانه وتعالى نعطيني إمكانية أنه أشوف المشكلة وكثير يعني طبعا هذا كثير يعني, يعني في كل مكان أشوف المشكلة آه يجيني تصور نتيجة الخبرة أضع سيناريو للحلول سيناريو واحد سيناريو اثنين سيناريو تعرف شنو السيناريو أضع يعني مثلا عندك أزمة مالية ممكن أخلي لك سيناريو تخلص من هاي الأزمة ما فادها تعال الثاني تعال وهكذا عندك أزمة بالتضخم هكذا نحل التضخم يعني الخبرة يعني بالنسبة لي اقتصادي صح بس فيتر يعني يعني اشتغل بيدي يعني المشكلات لا انظر لها نظريا انما ادخل فيها من كثر ال وهذا يمكن ميزه يذكروها لي اصدقائي يعني عملي يعني بالسوق افتهم بالتجاره افتهم اللي ما يجري بالعالم اتابعه بشكل دقيق بالبورصه بالهاي لان هذا جزء من شغلي يعني مثل طبيب عام شو يعرف كل شيء لازم شويه شويه لكن انا التخصص مالي اكثر شيء هو يعني مثلا السياسه النقديه الماليه هذه الاشياء اللي الان العراقي يعاني منها بشده واغلب القرارات يعني مع الاسف تتخذ بعيده جدا عن حتى اعتب على زملائي قسم منهم يعني أنت ليش مدرستوا ويانا يعني تفتهمون دلوهم ليش الدولار راح يصير 2000 حرام يعني الشعب العراقي من ارقى الشعوب من ارقى الشعوب يعني انا اتكلم لك على جيلي شعب مخلص قوي ايمانه يعني هذا العشتة انا يعني حميم يعني عاطفي ويتفاعل ويا الاحداث ومخلص كنت اول شيء كنت اتمنى يبقى العراقيين على هذا وكثير الانتاجيه كان يعني الدليل بالحصار واجهوا الحصار بعقل يعني الحصار في مره مقابله تلفزيونيه قال لي كيف واجه الشعب من زمان كيف قلت له واحد مد ايده بجيب الثاني يعني فعلا واجهوا الحصار بهذه الطريقه وابدع وانتجوا يعني سوينا جامعات في زمن الحصار سوينا جامعات جديده في زمن الحصار صور من الخشب المكسر كنا نسوي اثاث ومن الحديد المكسر من وهكذا يعني فشعب عنده امكانيه ويحب بلده والعراقي قليل الهجره. يعني مره في دبي احد الاخوان قال لي كنا ما نشوف عراقي قبل ما يعني من نشوف عراقي نقول هو هذا عراقي لانه كان ما حد يفكر يطلع من البلد كل جالسه يعني الا لغرض ما يعني هذه معروفه يعني اسباب ليست حتى بالحصار يعني لم يكن ذلك العدد الكبير من العراقيين انا حسب احصائيات الامم المتحده خارج العراق. وحتى كان اللي يطلع يروح سنتين ثلاثه يسوي له فلوس سياره، فلوس شقه، فلوس ويرجع الى بلده. فاللي صار انه الان اصبحت الحياه صعبه التحديات والتهديدات والى اخره. خلت ما يعني الكوادر خاصه من الطب يعني لو تروح انت بالامارات كل اغلب العيادات الدكتور فلان فلان هم زملائنا من عمرنا. تروح القطر يقول لك هذا احسن طبيب عراق تروح البحرين هذا اطباء تروح لندن 7000 طبيب عراقي تصور ومؤهلين تاهيل عالي تروح استراليا المهندسين دا يبنون الطرق من العراقيين ثروه كبيره هي الثروه ليست الفلوس الثروه بالبشر اللي راح يستخدم هذه الاموال وهذا ما نفتقده مع الاسف يعني عندما تركب واحد على حصان هو لا يعرف يمسك اللجام يقع هو والحصان فهذا اللي يجري مع الأسف تاخذ مني الغربه ذره ابدا يعني مره كنت في مؤتمر في باريس سالني احد الكبار قال لي انت مستمتع في باريس؟ قلت له لا اريد كان باريس سجاده اريد احملها الى بغداد وانفض من عليها يعني تفتهم قصدي يعني احنا طموحنا نشوف بغداد باريس نشوف البشر نظيف مرتب يعني يعني مع الاسف هاي المظاهر اللي نشوفها مؤلمه يعني بغداد الجميله الزباله والبيت البيت ينقسم خمس بيوت وين التصميم وين البلديات وين يعني مؤلمه بغداد اصبحت حزينه يعني حزينه وتلبس الرداء الممزق يعني كل المقومات قائمه عن بغداد تصير اجمل من اي عاصمه في المنطقه. اجمل من اي عصر، لكن يبدو مقصوده وهمال والفساد والرشوه وال... وهكذا لان اللي, اللي يتعاملون بهذا الاسلوب طبعا ايش تتوقع يعني يعني, يعني راح يهتم ببغداد راح يهتم يعني يمكن من يعيش بالزباله يعتقد هو هذا الشيء طبيعي لأنه يعني هو اصلا جاي من بيئه مليانه زباله يعني على كل حال ولذلك انت لا تسالني عن بغداد يعني صعب اذا اقول لك في حدقات العين وفي القلب مربى الطفوله والشباب يعني نبكيها دما يقول لك اللي يضيع ذهب سوق الذهب يلقاه واللي يضيع محب سنه وينساه بس اللي يضيع وطن وين تلقاه هكذا احنا احنا جيل الوطن يجري في عروقنا كنا نعمل من الصبح لليل ما حاسين يعني هذا نبني يعني كنا نصور هذا بناء راح يصير شامخ وراح يكملوه بعدنا لكن مع الاسف خاب ظننا الله يلعن الاحتلال ومن سبب الاحتلال ولهم يوم ان شاء الله كاتبها اني وبنفذها مثلا للدول كنت اعطيهم نماذج من يعني انا اؤمن انه اذا تريد تطلع شوف غيرك ايش شو سوى وكمل وصير احسن منه هاي المبدأ يعني حتى للشباب هاي نصيحه يعني لا تضرب راسا جذاف تريد لا شوف غيرك ايش شو سوى وين اخفق وين نجح كمل فعندي تجارب ناجحة لسنا في بناء الدول حقيقة كثير اطلعت وعملت خلينا نسميه درافتات كنت أقدمها إلى بعض الدول حتى يسوون مقارنة ويا ما هم وكانوا يعتمدوها مثلا سوي دراسة عن سنغافورة نعطيها دبي يسوون مقارنة دراسة عن مثلا نيوزيلندا في مجال الإدارة في مجال الصيرفة نعطيها فناس تستوعب وهذه ميزه الخليج انه ياخذ بسرعه. فهذا مشروع وتجارب ناجحه وبديت بكتاب وحقيقه ما كملته لسه يمكن اكمله هو بديت بفكر الاقتصادي من ابن خلدون، كيف بديت؟ كنت في امريكا في احدى الكليات كاتبين مقوله لابن خلدون انه اذا زاد الطلب وقل العرض يرتفع السعر، صور ابن خلدون قبل سنين. الجامعة شو مسوية مثل مرمرة وكاتبين هذا ابن خلدون بعدين يبدو جامعة اللي أنا تخرجت منها أيضا ماخذة من ابن خلدون شغلات بديت كتابة أنه أنصف هاي النظرية مال جورج مارشال ومذولة يعني آدم سميث وغيره قدامه بديت أحاول أبني إطار نظري جديد للاقتصاد يعني يعني مؤمن بي أنا الآن يعني مش الطلب والعرض العرض يعني السوق أنا أقول السوق هو يحكم الإنسان وليس الإنسان يحكم السوق والدليل أنه أنت الآن أقول لك وين موبايلك أه تتذكر ما تقدر تستغني عن الموبايل دقيقة واحدة فإذا العرض يخلق الطلب هذا اللي ساد الآن بالعالم يعني نعم يعني فكرة كتبت منها في 100 صفحه لكن احاول اكملها هاي المشروعين يعني اذا الله انطانا عمر طبعا ووقت <applause> اكملهم اتركها تراث يعني لانه انت من تريد تعمل شيء يسموه احنا بالمقارنه المعياريه يعني من اسمع مثلا سنغافوره انبنت بعشر سنين وعقول بسيطه سنغافوره ما عندهم يعني احنا ما قادرين نسوي خطط ونبني خمس سنوات تكفي لنعيد كل شيء وبدون ما نحتاج احد هذا اللي يجور في خاطري، لكن بلغنا من العمر عتيه ما صور راح نلحق، ان شاء الله الاجيال اللي بعدنا بيهم ناس يحبون العراق، يعني شنو العراق؟ آآ بلد يعني بخمس مواصفات لا توجد بكل الثروات تحت الارض، كل الثروات تحت الارض موجوده، يعني اللي بالك واللي مش بالك، مش بس نفط، نفط هذا يعني حصيلة بيبشر عنده إمكانية يتعلم يعني مع احترامي للشعوب الأخرى لكن أنا أستاذ درست وتخرجت مئات آلاف إلى ماجستير ودكتوراه وعرف ذكائهم يعني كانوا يعدون بحوث أحسن من أي بحث يطلع بأي جامعة بالغرب ومن الابتدائية رغم سوء المدارس في بعض الأحيان الشيء الثالث أنه آه العراقيين انا اذكر يعني قبل الاحتلال يعني عندهم قيم يعني مثلا هذه القيم تخليك يخاف الله يخاف لا يغش بالعمل يخاف لا يسيء بالانتاج يعني اسمها الرقابه الذاتيه فالرق يعني حيله ما كان عند العراقيين كثير قليل يعني اللي يمكن سنوات الحصار شويه صار ما كان مظاهر الرشوه او شيء قليله وكان الحساب عليها قوي يعني اذا قيم وموارد بالشرية ورابعا الشيء المهم يعني هي ليس مدحا بالمسؤولين اللي كانوا موجودين لكن أغلبهم شفناهم بعد الاحتلال يعني قسم منهم والله أنا أعرفهم إيجار مع يدفع في مستوى وزير شوف يعني يعني مرات نشوفهم بالصدفة أو كذا يشكون والله ما يشكون بس ينقل لنا أنه يعني معناها أنه آه أغلب الناس كانت دوافعها وطنية في البناء يعني ما محصل شو محصل له منطقة قطعة أرض الدولة كنا نطونا قطعة أرض الأساتذة والضباط والمعروف إيش وينطوا يمكن سلفة يبني كذا, كذا يعني هذا هو بعدين حطوا اليد عليه بعد ما يعني ما استفادوا شيء آخر ثم شيء الخامس والمهم هذه أرض الأنبياء والرسل هاي بركات رب العالمين إنه أخص هذه المدرسة. كانت فقهية بغداد مدرسة فقهية و يعني من ما ترجع البصرة وبغداد كانت كل المدارس الفقهية تطلع منها وهذا ليست قليلة ولذلك هاي العوامل كلها عندما تتاح الفرصة لها الزمن ما له قيمة يصير فتشوف الكل تنهض لإعادة هذا البلد مرة ثانية لأن في قلبهم شوف العراقي وين ما يروح قلبه مع بغداد أو مع العراق ومهما ضغطت عليه ما ينسى بغداد يعني عدا يمكن المنحرفين ذولا اللي يشوفهم اللي ولاء سيئه اما الباقي بغداد تعني شيء بغداد تعني الدلال الحضن الام الحياه الجميله الخضار النخر دجله الفرات بالمناسبه دجله والفرات ترى ما يبسون مذكورين بالقران يعني ذولا ثروات مستدامه من رب العالمين مش كيف سدود وغير سدود سدود تنفجر والمياه تأتي احنا لازم نؤمن بالله سبحانه وتعالى وكتابه المقدس و نفسنا شحنة من الأمل دائما لن يبقى الحال هكذا أبداً مع الشعوب لا يوجد شيء اسمه مستحيل والدليل انه الهند الان اصبحت واحده من عشرة اعظم دول ام المليار و300 وما ادري ايش والصين قبل خمسين سنه كانت لا تمتلك حتى الخبز فاراده الشعوب اذا انقادت بشكل صحيح تصنع المعجزات غياب القياده او فسادها يدمر أي بلد يعني هذه منطق فمتى ما توفرت قيادة وطنية محبة لبلدها ومخلصة وفاهمة ومتخصصة ينبني العراق يعني ما دم ما دمر كله يروح وينبني بلد جديد وكنت قبل شوية أقول لك في بلدان انبنت مع ماليزيا كانت شو بلد يمكن بالتاريخ كانوا يسموها الواقواق ما اعرف ايش، شوف ماليزيا شوف دبي كانت صحراء صحراء يعني لا يوجد بها شيء إرادة قيادة شو الدوء. الآن أجمل عاصمة وأأمن يعني مدينة بالمنطقة ويمكن بالعالم هي دبي عشرين سنة أنا تابعتها كانت تراب كذا وكل يوم مشروع إرادة يعني القائد أو القيادات أو الناس اللي يشتغلون هناك يريد أن يسوي إنجاز للتأريخ يعني مو يسرق ويبوق ويرتشي لا يريد يسوي إنجاز للتاريخ أنا انصدمت كنت قبل فترة بالرياض يعني قالبين الرياض رأسا على عقب مسويها شكل آخر يعني مصر الآن لا تشتغل وهكذا بس احنا هاي البلدان المحيطة ب ما اعرف ايش بالحظ السيء عراق سوريا لبنان دمروها سوريا اليمن حتى اليمن كانت بلد يعني انا درست كثير في اليمن كان مشاريع و آه... هي طبعا العالم ما يسكت على حالة الموجودة يعني شوف عملية أي تغيير تجي نتيجة عاملة هل الشعب راضي بهذا الوضع نسميه الدافع الذاتي يعني الذاتي هذا واحد إذا ما قابل أكو جانب ثاني الموضوعي الموضوع شنو هو القوى الأخرى يعني اللي بالخارج القوية الأطراف المحيط فنجتمع العاملين الموضوعي والذاتي لعملية التغيير أي يصير التغيير طبعا فأنا أسألك أنت غريب على العراق ناس راضية يعني ما راضية طيب الأطراف جوارين راضين ما راضين يعني فالتغيير شكله ما اعرف انا لازم يصير يعني من يصير التغيير تجي ناس يعني انت تقول لي هل لديك امل؟ طبعا انا اركب ويا سايق ماهر يوصلني طلعني جبل لو اركب واحد آه يعني يمكن غير مركز ويقلب السياره فيه فاحنا الجرى انقلبت السياره فينا فاحنا نريد ان سواق ماهر الان يوصلونا الى بر الامان حتى نعتز ببلد عظيم يعني العراق كان له وزن وقوه و على كل حال للسياسه ايضا احكام يعني ما نعرف تفاصيله شو اللي صار ولكن يبدو انه قرار تهديم او تحطيم بلدان عربيه واسلاميه يبدو استراتيجيه امبرياليه موجوده وقائمه بس اذا شعب راد يعني يعني قابل الفيتناميين احسن من عدنا الجزائريين احسن من عندنا حتى السوريين قاوموا وهكذا كل الشعوب يعني ما تقبل على ان تعيش الحيف والظلم يعني لابد يوم من الايام تحين الساعه وعندها يعني المستقبل شيء اخر